مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. بلاد التوحيد والحرمين اللي ذبحونا بكلامهم الفارغ منذ تأسيس هذه المهلكة، مهلكة آل سعود أو آل سلول. هذه المهلكة اللي هلكت كل الدول العربية باسم التوحيد وباسم الجهاد وباسم الإسلام والإسلام والجهاد وكل هذه ما شرع الله به، هم مخالفين إلى، وهم اللي دمروا شكوا حركات تحاول تحرير نفسها وبلدانها بالتآمر عليها، إن كان ماليا سياسيا إعلاميا. قبل كم يوم نشرت فيديو بالصوت والصورة على ذيل من ذيول آل سلول، هذا الروالي الأرول اللي قتله بمنتهى الصراحة، طلع في فيديو وقال بأنه عنده وثائق ضدي والعراقيين ما يعرفون المعلومات اللي عليه مثل ما أنا أعرف. فطلعت الفيديو قلت له يا الأرول اطلع، طلع الوثائق مالتك اللي ضدي، وإذا ما تقدر تنشرها أعطيني إياها وأنا أنشر لك إياها، بس ما تقعد تسوي لي قصص وأفلام ومثل ما شفنا. أنا شفت الفيديو مات البارحة قاعد واضحك مثل ما يقولون، يطلع من مؤخرته ويحط بحلقة. من ضمن اللي قاله بأنه لطيف يحيى ضابط وإجا جاب عدي وسلم حوض مال أسماك حتى يشرف عليه، عود يعني دا يستهزئ، يعني سماج، مع جل احترامي لهذه المهنة وكل من يمتهنها. هذا مو انتقاص من المهنة، بس أنا دا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر. طيب أنت قلت عني سماج، وأنت قلت عني عدي يكفخ بي ويدمغ بي وهذا الكلام، وبعدين أنا فرحت لأن أعطاني حوض سمك أشرف عليه، وبعد دقيقتين مو أكثر يقول أتحداك لو أنت شايف عدي بحياتك، وأتحداك أنت لو اشتغلت مع عدي. زين أنت أثبت لك على رأي، يعني أنا كنت سماج عند عدي وأنت وبعدها تقول أنا ما التقيت بعدي ولا شفت عدي. قلت لك أنت قلت في فيديو سابق بأنه يا ذيل ابن سلمان تقول عندي وثائق، أنا طلبتك وطالبتك قدام الناس المحترمين بأنه تبرز هذه الوثائق، تبرز هذه الوثائق حتى ما يقولون عليك كاذب ولو أنت من راسك إلى أساسك كاذب. بعدين يقول لطيف يحيى سرق العراق وطلع بمئة ألف سوى امبراطورية ملايين. طيب ناخذ كلامك، هو مو 100 ألف، 145 ألف. وثاني شيء أنا ما طلعت من العراق معايا هذه الفلوس اللي أنت تقول سرق فلوس عدي وطلع. أولا لو تعرف عدي والناس اللي معاه، عدي من أبخل الناس اللي أنت تتصورها في الكرة الأرضية. وثاني شيء تسرق
فلوس عدي شنو فلوس عدي كانت في شنطة أنا أخذتها وانهزمت. زين أنت تقول أنا ما عندي علاقة بعدي، كيف أسرق فلوسه؟ يعني أثبت لك على رأي، خلي نفتهم أنت شنو مقصدك. هل أنا أشتغل مع عدي؟ هل سرقته؟ هل قلت هذا الكلام من جيبك قاعد تقصص وتحط؟ قلنا لك في فيديو سابق يا الرويلي يا مواجد، بس أحلى شيء خلي قبل ما أنسى، في فيديو سابق الأولاني اللي نزلت على هذا الأمعة هذه الحثالة قلدت على ديوسة، لأن ديوسة مثل ديوس الصدر، يعني احنا عندنا الصدر بالعراق وعندنا هذا الأرول الرويلي في السعودية، يعني اثنيناتهم الصدور نفس الشيء. فيقول لطيف يحيى عمره ما شايف عدي، ومنه يقول سرق أموال عدي وانهزم. طيب أنا كيف ما أعرف عدي وكيف سرقت أمواله؟ نمشي على هذا الكلام. يقول 100,000 أنا رجل أعمال. أنت شكلك مال واحد حمال، مع احترامي للمهنة هذه، لأن الحمال يشتغل بشرف. أنت وولاة أمرك لا عندكم غيرة ولا شرف ولا أبد، ونص المطبلين في السعودية لولاة الأمر خير ما بيهم، وانت أولهم ما تعرف أبوك. بعدين طبعا انت قاعد تتفرج هسه، هذا رقم حطينا لك إياه، وإذا انت رجل اتصل ويا الأدمنية، إخواني وخواتي الأدمنية، إذا علق اتركوه لا تحضروه. خلي نفتهم هذا الساقط ابن الساقط المطبل لولاة الأمر شنو اللي يريده بالضبط، حتى نعرف كيف نجاوبه وكيف نمشي معاه وبنفس أسلوبه. امبارح قضيت ساعة حرامات خسرتها من حياتي أتفرج عليه، يجيب من مؤخرته ويحطه بحلقة. أنت قاعد تتكلم عن لطيف يحيى وتقول عندي وثائق، بعدين يسب رغد صدام حسين ويسب بناتها. أنت لو كان صدام حسين أو واحد من أخوتها عايش كان ما فتحت حلقك. يا الأرول إذا أنت ما تعرف لطيف يحيى وما تعرف لطيف يحيى شو وقت بدأ وشن حرب ضد كل هذه العائلة من عام 1992 لحين احتلال العراق، وكنت أواجههم صوت وصورة مثل ما داواجهك هسه صوت وصورة. وثاني شيء أنا ما أتراجع من كلامي من أقول بنات حسين كامل الخائن ساقطات، نقطة راس سطر، ما أرجع من كلامي وأقعد أقول كذا. ناس ترجوني بأنه ما أحكي على رغد، جنبت هذا الكلام، بس على حسين كامل وذريت النكسة لا. أنا ما اللي يحكون ويقول لي هذول النساء، وأنت لو كان بوك الصدام، والله صدام حسين لو كان عايش إلا يقص رقابهم كلهم وأولهم رغد على اللي صار بعد 2003 لليوم. هذول المطبلين والدجالين والقاذورات مال آل سعود ما يختلفون شعرة عن قاذورات ولاة السفيه في إيران، بنفس القذارة بنفس الأسلوب القذر. وهذا الرويل الأرول اللي قاعد يتفرج هسه مجودي، إذا أنت رجل، ولو أنا أشك بهذا الأمر، أنت ذكر مو رجل، لأن الرجل يتكلم والرجل يطلع يقول أنا، من يقول أنا عندي وثائق يثبت بالوثائق. أنت تكلمت تقول كيف يحكي على ولاة أمرنا وكيف يحكي على مرت الملك سلمان اللي كانت معايا في 1995،
وأنا ما أنكرها. والأدهى من كل هذا، اسمعوا اللي يقولون احنا بلاد الخرمين، مو الحرمين، خرمين، يقول انا هسه اطلع الى الدائرة الفلانية اسوي عقد زواج بين فلان وفلان، والتزوير عندنا كثير. زين انت دا تقول التزوير عندكم بكثرة، فكيف انتوا تخافون الله اذا تزورون؟ والمصيبة الأكبر أنت في بلاد الخرمين وتقول أنا موحد ومسلم وصائم مصلي، وتقول على لطيف يحيى خمار ويشرب العرق ويشرب الويسكي. هسه أنت عوفك مني، أنا ما أستحي لو أشرب أقول أنا أشرب. أنا آخر يمكن مرة شفت شرب يمكن 20 قبل 20 سنة. لا مستحي منك ولا خايف منك ولا خايف من ربك محمد بن سلمان أو سلمان زهايمر اللي تعبدوا، مثل ما جماعة محازم يعبدون السبتة تنقاني وعلي خامنئي، أنتوا تعبدون محمد بن زربان وسلمان آل سعود. أنا ما خايف منك لو أشرب ولا مستحي منك، بالعكس اللي يشرف أشرف، اللي يشرف أشرف من ولاة أمرك وكل هذول اللي ضربون ركعة باسم الله وهم أقدر وأوصخ لسانا أخلاقا بكل شيء اللي يدعون به الله. بعدين يقول لك أنت تشرب، زين انت من بلاد الموحدين شو معرفك قاعد يتكلم تشرب شيفاز وتشرب معرف شنو ويسكي، اسامي الويسكي اعرفها اكثر مني. زين انت اذا مقضي حياتك بالايمان وبالدعوات الاسلامية شو معرفك باسامي الشرب؟ لازم انت اللي تقعد ترتب قعدات ولاة امرك من يقعدون يشربون ويستشهدون على صدور وفي أحضان المومسات وبنات الليل. يقول لطيف يحيى صرف عشرات الآلاف ومئات الآلاف على بنات الليل. والله أنا لا أصرف على بنات ليل ولا أبد، بس ما أقول لك ما عندي كان صديقات وأطلع معاهم ونسهر، والله أكون كاذب، لا عندي وعدد شعر راسك. وهم طلع يقول الزنا والزنا، محمد بن زربان مالتكم كم وحدة متزوج وكم وحدة ما متزوج، سلمان ابن عبد العزيز ملككم الساقط قل لي كم وحدة متزوج وكم وحدة ما متزوج، ما كنا نشوفهم في لندن من يجون بيوت الدعارة ترحب بيهم. محمد بن سلمان وسلمان بن عبد العزيز لندن تشهد لهم أيام ما كان أمير على منطقة الرياض، وأهل منطقة الرياض يعرفون إجرامه وتسلطه على أهل الرياض، وهو يدير هذه المهلكة اليوم وكأنه بعد أمير للرياض بتسلطه بإجرامه بكل هذه الأمور. طبعا القناة مثروسة ذبان ولد أم سلمان وأم حازم، والمطبلين لهذا الأرول والله اجلدوه. اجلدوه على شنو؟ شنو اللي دي يتكلمه؟ لو يكتبوا لي فضحك يا بفضحني بشون، عرض وثيقة، عرض له كلام بخير، عرض له فتشي. ما هو قال انا داعت يعني انقل من كلامه في اول فيديو، قال عندي وثائق العراقيين ما عدهم، يلا طالبت بفيديو اطلع بهذه الوثائق. لا شفت وثيقة، مجرد ساعة كاملة سب وشتم وغلط من فم ابن مسلمان الموحد
المؤمن ويقول أنت كلامه كله ضد العرب والمسلمين. شوف كارثة الأمة بدت من بلاد الخرمين، من أنشأت آل سلول ولليوم خنجر بخاصرة الأمة هذه ولا أبد. الناس اللي وياك ومتابعينك من الخراف يقولوا لك يا أستاذ ماجد، مسميك أستاذ أبو ديوس، أشي ما نطقت كلمة لحد الآن على فلسطين اللي قاعد تحترق، وقلت أنتو بلاد التوحيد ومؤيدي المسلمين، ولا كلمة سمعت منك على فلسطين والكيان الصهيوني وشنو اللي دا يصير من شهداء وجرحى في فلسطين، ولا كلمة طلعت منك. والمصيبة الأكبر يطلق علي اسم المطبع مع إسرائيل. شوف أنا لو كنت خايف ما طلعت في فيديو وقلت أنا زرت إسرائيل، بس زرتها مو ذيل، ولا رحت إلى إسرائيل على مود أستجدي كم دولار مثل ما عملت كل قادتكم والعرب والمعارضة العراقية. أنا رحت وأكرر كلامي برسالة ودعوة رسمية من شمعون بيريز اللي كان رئيس وزراء إسرائيل. وأنت أتحداك هسه وولاة أمرك، مو شمعون بيريز أو نتنياهو، جندي إسرائيلي اللي قاعد يقتل بالفلسطينيين يقول لك تعال زيارة إلى إسرائيل، والله لا تحط دشداشتك بحلقك وتطير، مو عاد رئيس وزراء. إذا أنا مو بهذا المستوى ليش رئيس وزراء أكبر دولة بالعالم بالقوة والمال يبعث دعوة للعبد الفقير اللي قدامك؟ أشو أنت تقول لطيف يحيى دي يطبل لإسرائيل؟ أنا ما أطبل، وأنا واقف مع الشعب الفلسطيني، شعبنا شقيق، وقضية فلسطين مو قضية لطيف يحيى، قضية أحرار وشرفاء العالم إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وقضية فلسطين شارك بيها كل أحرار العالم، حتى الجيش الأحمر الياباني والجيش الجمهوري الإيرلندي حاربوا مع فصائل المقاومة الفلسطينية سابقا. بس في السعودية من صارت المقاومة لليوم ما سمعنا إلا اللي يسمون أنفسهم بمفتي السعودية وولاة الأمر يقولون حرام أو من الكفر، من الكفر أحد يفجر نفسه على أي شخص. طيب إذا هذا حرام، كيف آلاف من عندكم جوي إلى العراق وفجروا نفسهم على أبناء بلدي بحجة قتل الشيعة؟ قندرة أصغر شيعي في العراق، شيعي حر مو ذي إيران، شيعي حر، أصغر قندرة لأي طفل شيعي قتل في العراق بسببكم، تشرفك وتشرف ابن سلمان وملككم المخرف زهايمر، وراح تدفعون ثمنها. لا تتصورون الشعب العراقي راح يترك حقه أو يخليكم تعيشون بسلام بسببكم. العراق ضاع، سوريا ضاعت، اليمن ضاع، ولبنان ضاع، وحتى دخولكم في ليبيا ودخولكم في تونس، استقبلتوا رئيس تونس اللي تعرفون قتل وسرق كل تونس، زين العابدين بلعاني، استقبلتوا، استقبلتوا كل القتلة والمجرمين، استقبلتوا. أنا ذنب إيران؟ والله نن على أبوك يا أبو حتى إيران، لا أبو حتى ولاد أمركم. شوفونا يا أبا بالقناة الثانية، هذا ذيل سعودي دخل.
مو حشى اخواني السعوديين ذل لولاة الامر. فانتو سبب خراب هذه الأمة. من أتكلم على شوف أنا أتعلم الشغلة من أتكلم على جماعة ولاية السفيه يطلعوا لي أنت ذيل سعودي أنت ذيل سعودي أنت تأخذ راتبك من السعودية. ومن أتكلم على ولدم سلمان يطلعون ولدم سلمان هذا الإيراني. والله أنا على أبوكم لأبو إيران لأبو ولاة أمركم لابو هالملة الزفرة اللي بسببكم إيران والسعودية عراقنا ضاع وسوريتنا ضاعت ويمننا ضاع ولبنان وحتى ليبيا وكل هذه الدول اللي خربت بسببكم. أقسم بالله وعظمة جلالة الله إيران ما أذت العراق مثلكم يا ولاة الأمر يا خارمين الحرمين يا أسقط ما سقط الله من بشرية أنتو. والله لو عدكم ذرة غيرة يا حكام السعودية لتطمون نفسكم. ويختمها الرويلي الأرول ابن الأرول يقول لطيف يحيى يقول وين قاعد مسوي له فيديوهات قصيرة يضحك على ولاة أمرنا هذول شرفنا هذول كذا. يقول لطيف يحيى يقول وين ملك فهد شو ما شو اسمه هذا سلمان ما حرر القدس. يقول بس إشارة من الملك احنا نروح نراوي الإسرائيليين ايش نقدر نسوي. ولك انت 50 مقطم حوثي صار لكم سنوات خسرتوا عشرات بل مئات المليارات من الدولارات وما قدرتوا لهم. عاد تروح على إسرائيل اللي هم يشقوك أنت وملكك وبن سلمان وينامون بنوسكم مو حتى بصاروخ مو حتى بصاروخ بكرة اللي لبسون بيها الحذاء. هم اطلع قول بيطبل لولاة الأمر لإسرائيل قصدي. وبعدين هم تقولون لطيف عميل إسرائيلي ولطيف عميل إيراني وجماعة إيراني يقولون أنت عميل هسي أصفولكم على بر ولكم لطيف يحيى حر ابن العراق. أنت تعرفون شنو العراق؟ العراق اللي كان دايس على رأسكم ورأس أمراءكم وشيوخكم ومشايخكم. وين مفتي المهلكة السعودية عن ما يجري في القدس؟ وين مفتي المهلكة اللا عربية التابعة لآل سلول عن ما يجري في القدس وغزة وكل فلسطين؟ ما شفنا له فتوى حكى بيها عن ما يحصل في فلسطين. والله مجرد تنديد واحنا راح نسوي وراح نسوي. وبالاخير كما حصل سابق كما حصل سابقا يقومون يبعثوا لهم كم مليون دولار لإعادة اعمار غزة وكم فريق طبي على مود يعالجون الجرحى وكم الف لكل عائلة الشهيد سقطت في هذه الحرب. بس بالأخير هذا الشعب منكوب عوائل كاملة انمسحت يعني أب وأم وأطفال انمسحت ما بقى عندهم وجود. وولاة أمركم اللي أنت تقولون أحنا يهاجمونا لأن مثل لطيف يحيى ذيل إسرائيل لأن احنا ما نطبع مع إسرائيل. والله راح تطبعون ومطبعين. من الله خلقكم من الله خلقكم أنتم مطبعين مع إسرائيل وأنتم أذناب إسرائيل في المنطقة. وأتحداكم تنكرون هذا الكلام وأتحداكم تقولون ما عندنا علاقات مع إسرائيل. ناس أعرفهم من داخل إسرائيل
يلا قول الذنب. يقول عندنا علاقات مع السعودية وعندنا وفود تروح وتجي إلى السعودية، وكثير من السعوديين راحوا إلى إسرائيل، وكثير من إسرائيل جوا إلى السعودية، وهذه خطوات. ومثل ما قلت سابقا وأكرر بأنه هذه الخطوات هو هذا التطبيع، والتطبيع جاي. تعرف أنت ولاية السفيه أو ولاية الأمر ماتك من أزبل وأقذر الناس اللي يخافون على عروشهم. تعرفون هذه العروش الخاوية اللي راح تسقط بمشيئة الله، اشقد راح تطلع خياسات. يقول لطيف يحيى يتكلم على أعراض الناس. أي أعراض الناس؟ لأن تكلمت عن الأميرة الله يرحمها اللي قتلتوها. لا، ويكرر كلامه، يقول احنا ما نقتل النساء، يعني فرضنا كلامك صحيح وهذه قتلت المرأة راح يخلوك عايش؟ لا، انتوا اجبن من الجبن نفسه، وانا موجود، واذا تريدون عنواني اعطيكم اياه، واتحداكم توصلون الى قيطان حذائي، مو الي، قيطان حذائي، اتحداكم. تعرف شو يسوون بيكم؟ والله ليسوون بيكم شو يسمون انت الاكلات اللي عندكم، هيش يحطوكم مثل الخروف والجمل اللي تطبخوه تحطوه على التمن. بيكم خير، اوصلوا لي واتحداكم انتو وولاة السفيه، اتحداكم انتو وولاة السفيه. وان شاء الله يا لطيف يحيى ما طول يشتم الهوى راح ابقى اشتغل عليكم انتو وولاة السفيه في ايران، انتو وايران وجهين لعملة واحدة، خراب الامة وخراب الاسلام وخراب كل شيء موجود في هذه الامة. صار تقريبا راح يصير 30 دقيقة اتكلم، ومجود الرويلي قاعد يتفرج ويفرق في نفسه وديوسه وما اتصل. هذا رقم موجود، واتحداك تتصل يا ذنب ام سلمان وتطلع صوت وصورة وتفضح لطيف يحيى. افضح لطيف يحيى، يلا خلي نشوفك. بس انتو اجبن من الجبن نفسه، أجبن من الجبن نفسه، قاعد تهذري وما تعرف ايش ده تحكي، وتطلع من مؤخرتك وتحط بحلقك. مرة يحلم لطيف يحيى يشوف عدي، ومرة يقول سرق مواله، وبعدين يرجع يقول اعطاه شو اسمه حوض سمك. ما اعرف هذا القصة منين جبتها. طبعا انت مبين من المطبلين لولاة السفيه، وهذه القصص جماعة أم حازم سووها، وأنت قاعد تنتشل هذه القصص من صفحاتهم، وقاعد ترتب لك قصة، وقاعد تحكي على هذه القصة، وقال فلان وحكى فلان. أنت قلت عندي وثائق، لا عرضت وثيقة ولا عرضت شيء ولا قلت أي شيء غير السب والشتم من حلق واحد مؤمن، مؤمن بحيث الإيمان هيك يمشي ويخر يمشي وراء. والله إذا أنتم مسلمين وهذا إسلامكم، تعرف شو راح أقول لك؟ أنا على أبوك على هذا الإسلام اللي أنتم تتبعوه، لأن الإسلام مو هذا الإسلام. مثل ما إسلام ولد ولاية السفيه اللي حرفوه ولعبوه وخلقه بيه، أنتم نفس الإسلام اللي أنتم صايغيه بصياغة على مزاجكم ومزاج ولاة الأمر مالتكم. فإسلامكم هذا اللي تمشون عليه مو الإسلام اللي الناس تتبعه مليار ونص. أنتوا إسلامكم حسب صيغة وصياغة ولي الأمر في المهلكة اللا عربية
لآل سلول. والله أرجع أكلم كلامي، 100 خروف نذر علي يوم اللي تسقط مهلكتكم، وإن شاء الله تسقط، وإن شاء الله تسقط. وهذا تليفون من السعودية، ويا ريت ويا ريت يطلع هو هذا الذليل. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ لطيف، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله. معك أخوك من الرياض السعودية. حياك الله أخوي وحيا الله كل أهلنا في الرياض. أستاذ لطيف، أنا لاحظت عندي ملاحظة. تفضل. أن العهد السلماني الآن يتجه للعلمانية، تمام؟ نعم. في مقابل عهد فهد كان متجهني للصحوة الإسلامية. صح. كمواجهة للخميني، تمام؟ أتفق معك. تمام تمام. فلماذا يعني المعارضة سواء سعودية عراقية تعامل حكومات كحكومة واحدة؟ لا أخوي، بينما العهد السلماني يختلف عن عهد فهد. والله يا أخوي، أنا من شفت محمد بن سلمان في البداية لما أجا والله فرحت، والله فرحت، قلت ما طول الشاب. الجميع فرح، أقسم برب العالمين فرحت، قلت أجا شاب الحمد لله والشكر، ماكو بعد هذول الناس اللي عقلياتهم في الستينات والخمسينات، راح يجي شاب راح يطور هذه المملكة. يا رجل ما قاطعك أستاذ لطيف، صالح الفوزان يقول الأرض مسطحة، صالح الفوزان يقول الأرض مسطحة. أي ما يعني هذه عقليات يعني تحكم بلد. صالح الفوزان نسميه الناس الثاني السعوديين. أي نعم، بس أنا والله دا أقول لك يعني قسما بالله، أنا من شفت محمد بن سلمان في البداية إجا قلبي كبر، وقلت الحمد لله هذا الشعب السعودي وأخيرا راح يشتم الأنفاس ويقارن نفسه بتطور وتكنولوجيا العالم. الحمد لله. والله يديم الستر والأمان عليكم، وأنا ما عندي مشكلة. اللهم آمين. أقسم برب العالمين، مثل ما أشوف الشعب السعودي أشوف الشعب العراقي الكويتي الإمارة كل الشعوب على رأسي. بس لما لطيف يحيى أو أي مواطن دمرات. أشوف أن يعني بلد مثل السعودية، هذا البلد اللي يستحق الاحترام كشعب وبي أقدس مكان في العالم هي مكة، تحط إيدها طبعًا. تحط إيدها مع المجرمين اللي يعرفون هم إيران تتحكم في العراق، يروحون يدعموها بمليارات الدولارات وتعمل اتفاقيات معهم. هذا اللي خلى لطيف يحيى وأمثال لطيف يحيى يتكلمون. نعم. ولا أنا ما عندي مشكلة. لكن أستاذ لطيف، هم قد يكونون يعملون إيران كأمر واقع. لا لا لا، ما يعني إيران فعلا تحكم العراق. ما يخالف أخوي العزيز، احنا نعرف كنا مؤمنين بهذه القضية بأنه إيران تحكم العراق، بس أنت كدولة السعودية أو إمارات أو كويت في القانون الدولي لما شخص يروح يفتح سفارة في دولة ثانية، قانون الدول يقول لما تفتح سفارة أنت اعترفت بهذه الدولة حكومة وشعبا، صح؟ طيب أنت لما يا مملكة العربية السعودية تفتح سفارة وقنصليات في العراق في بلد مدمر ومحكوم إيرانيا، يعني أنت قاعد الصادق رسميا باسم المملكة العربية السعودية والملك على العراق دولة حرة ومستقلة، مع العلم السعودية تعلم جيدا أن العراق محتل إيرانيا. متفقين؟ طبعا أمريكا تعلم ذلك. متفقين؟ تعلم ذلك يعني. اسمح لي، متفقين طبعًا على هذا الكلام؟ متفقين. طيب لما المملكة العربية السعودية تعرف بأنه محكوم العراق من إيران والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وكل هذه الدول العربية ومصر، لو هذه الدول كانت فعلا تحب العراق وتعرف القانون الدولي، طبعا يعرفون عندهم أساتذة قانون وأساتذة دبلوماسية، لو قاطعوا هذه البلدة أو البلد وما فتحوا سفارات وما أعطوها الشرعية الموجودة الآن، كان سقطت هذه الحكومة ورجع العراق إلى ما نقول الحضن العربي وأخوته مع المملكة العربية السعودية والكويت ومصر. دكتور لطيف، ممكن مداخلة بس بخصوص هذه النقطة؟ اتفضل. زاد فضلك، لما تركت السعودية العراق ايش كانوا يقولون التيار السني بشكل عام؟
بأن السعودية السعودية تركتنا، نعم. السعودية سلمتنا لإيران، نعم نعم عفوا بس. ولما السعودية ما تدخلت تمام، نعم، قالوا السعودية دزت لنا 5000 إرهابي 5000 داعشي. ولما السعودية بنت ملعب في البصرة قالوا السعودية تستثمر لإيران. طيب إيش الحل يعني؟ تركناهم لا لا، وإذا أنا طيب إيش الحل يعني إذا كانوا محاربين من كل الجهات يعني؟ لا، الحل هو اجتماع عربي وبالتحديد خليجي، هذه الدول الخليجية، مجلس التعاون الخليجي، باتفاق وزراء الخارجية، ومن ضمنهم نحط مصر، لأن مصر دولة عربية ما نقدر نتخلى عنها أو نتجاوزها. يتفقون كلهم على صيغة معينة بأنه غلق السفارات في هذا البلد اللي دا يقتل الشعب العراقي ودا يسرق ثرواته، أما باسم الدين أو المذهب أو إيران. أنت راح تلاحظ بأنه اسمح لي اسمح، مسيطر على أربع عواصم عربية، ما يخالف يعني يا أبويا، عربية يعني مسيطر من قبل إيران يا أبويا، ما يعني هو إيران قوة لا يستعان بها يعني. يا أبويا افهمني أنا شنو اللي دا أقوله. لو السعودية ودول الخليج ومصر والأردن غلقت سفاراتها في العراق، دوليا تكون دولة العراق سقطت نهائيا، لأن أولا لما يشوفون الدول الغربية الدول العربية أغلقت سفاراتها بسبب واحد اثنين ثلاثة، الدول الغربية راح تأخذ نفس الخطوة مجبرة. ليش؟ يقول لك احنا نخاف مصالحنا مع السعودية والكويت وكذا. لو شافوا العرب قدموا خطوة، الغرب راح يقدم خطوتين. ليش؟ لأن الغرب لا يهم السعودية ولا يهم العراق، يهم مصالحها. من يشوف هذه الدول الكبيرة، هل أمريكا راح تسمح للأردن تغلق سفارتها؟ أمريكا راح تسمح لدول الخليج؟ والله يعني هل هذه الدول مستقلة أم شبه مستقلة؟ يعني أنت في كلامك هذا قاعد، يعني الموضوع معقد جدا. لا اسمح لي، أنت في كلامك هذا مع احترامي إليك أنت قاعد تصادق بأنه كل حكام الخليج والدول العربية هم مجرد أدوات لأمريكا ودول الغرب. يعني أنت قاعد حضرتك إيران، إيران أيضا شبه أداة. لا إيران معروفة أخويا، إيران معروفة بأنه مدعومة. يعني أنت هاي من سنة 1979 لليوم تسقط أمريكا والموز لإسرائيل وكذا، وهذه القدس وشكلوا جيش القدس اللي احتل أربع عواصم عربية ونسى البوصلة على القدس، هي اللي جيش القدس اللي ما يعرف القوس وين هي القدس. فهذه الحرب هسه على فلسطين كشفت كل الأقنعة لتجار اللي كانوا يتاجرون بالقضية الفلسطينية ويتاجرون باسم القدس وجيش القدس وأعياد القدس ويوم القدس، وكل هذا كله طلع انكشف، إن كان من حكام السعودية أو الكويت أو العراق أو إيران أو كل الدول اللي كانت متبجحة بالقدس وغير القدس. الشعب السعودي ما عندي أي عداء مع، أقسم برب العالمين، شعب على راسي مثل ما شعب العراق على راسي وكل الشعوب على راسي، بس أنا أضوج من واحد يحط كلام في حلقي وأنا ما متكلم كلمة واحدة على أي سعودي أو عربي أو أي حتى مو عربي. الشعوب دائما أقول الله يسلمك أستاذ لطيف، لكن عندي مداخلة بس بسمح. اتفضل. زاد فضلك أستاذ لطيف، يعني إننا في الداخل السعودي إننا نعم. نلاحظ الفرق طبعا، بعيدا عن البروباغندا، بعيدا عن قناة الجزيرة الإخوانجية تمام، بعيدا عن كل هذه الأشياء، نعم، أنا كمواطن سعودي أنا شايف الفرق في عهد محمد بن سلمان. أولا نسبة الإسكان، أنا شايف كل اللي حولي كانوا مستأجرين الآن يملكوا سكن. أقول يعني أنا شخص حر، يعني أنا ما أهتم صراحة، ماني متخوف من المباحث، أنا أعطيك صدق يعني كشخص صادق من الداخل. خلاص انا 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 ما اقدر، اسمح لي يا رجل، اسمح لي خمس سنوات في عيد الحب نعم يمنعون بيع الورد الاحمر، اي ما هذول يسوون مؤتمرات عن السحر وعن الشعوذه يا رجل، عايشين في عام 2000 قبل الميلاد. اي ما انا من حضرتك هسه عشان تشتري باكيت دخان لازم تطلع 50 كيلو عن الرياض، لا لا يعني شيء لا يعقل، يعني شيء انا كنا مسلمين للتيار الاخوانجي السلفي، مو قادرين نعيش فلوس، بس ايش الفائده؟ مو قادر تعيش،
حضرتك حضرتك سعودي، المواطنين كلهم يروحوا الامارات يروحوا البحرين. يعني انا كشاب سعودي اقول لك ان محمد بن سلمان هو الافضل. يعني شوف العراق دوله نفطيه، الجزائر دوله نفطيه، ايران دوله نفطيه. نعم. يعني مو عايشين العيشه اللي عايشينها السعوديين. يعني في الاخير كل شخص مسؤول عن المواطنين، صح او لا؟ اسمح يعني لي. انا مو مسؤول عن المواطن العراقي او المواطن الجزائري او حتى المواطن الفلسطيني. يعني الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. اسمح لي انا كشخص علماني، اسمح لي. يعني اسمح لي، الله يرضى عليك، تفضل. انت حضرتك سعودي وانا اثق بكلامك باعتبارك انت ابن السعودية وعايش فيها وتعرف اكثر مني. وانا ما اريد ازيد على كلامك واقول لا والله كلامك هذا بدأ تطبل لمحمد بن سلمان. لا، حشاك انت وحشا كل شعبنا السعودي اخوان. لا لا، اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي. هل هو افضل من المرأة السعودية؟ هو افضل. اسمح لي، حاكم عمره 97 سنة، أي. حاكم ولي عهد عمره 92 سنة، لأول مرة يكون لدينا شعب والكل نعم. مبسوط هنا في الداخل. نعم، يعني دا أفهم، تفضل. دا أفهم من حضرتك تقول أجا محمد بن سلمان المستأجر سوى له بيت وصار ملك. والله أنا لغم مخالفتي سياسيا مع محمد بن سلمان أقول الله يطول عمره على هذه الخطوة، ما طول أسعد شعبه. شوف أنا مخالف سياسيا معه، بس مو مخالف معه إنسانيا أو شقيق سعودي. أتخالف معه سياسيا، بس من يسعد شعبه أقسم بالله أدعي له بالخير. ليش؟ لأن حط شعبه بين عيونه، مو مثل الحكام اللي موجودين بالضبط. في العراق بالضبط. زين، حكام العرب ولا حكام العرب أقسم بالله. وين بشر رأسك؟ نص الشعب السوري مهاجر. أقسم بالله أنا أدعي له هسه. مفروض العراقيين عايشين أفضل من عيشة السعوديين. ألف شكر. شوف كيف بلد دمر، بلد ميليشيات، بس بلد طائفي. بس إحنا اللي نترجى. قبل 120 سنة أنا شخصيا جدي كان يشتغل في العراق، قبل 120 سنة. هذا ما إن السعوديين كنا نشتغل عند العراقيين. لا، ما تشتغل عند يعني العراقيين، احنا كنا اخوه، ماكو فرق اذا جيت عند العراق في بلدك. هذا انا فاهمك استاذ لطيف، انا فاهمك. شوف لبنان كيف كان، شوف لبنان كيف كان قبل 120 سنه، عفوا قبل 80 سنه. نعم. الان شوف لبنان ناس تاكل من الزباله. يعني بالضبط. يعني هل هذا يعقل؟ كان باريس الشرق الاوسط. الان مشغل نفسه بمحمد بن سلمان، محمد بن سلمان سوى هيك، محمد بن سلمان والله بس قناة الجزيرة توجههم، الإعلام الإخواني يوجههم. يا أخي ما والله يعني. دا أقول لك يعني ياكل من الزبالة. العراق 30% عطالة، حرب طائفية، ويعني شادين حيلهم ويتكلمون في محمد بن سلمان. يا أخي يعني اترك محمد بن سلمان، روح شوف بلدك. يعني أنت لبناني تاكل من الزبالة حاشا التامين، أنت عراقي دولة ثرية فيها نفط فيها زراعة، عايش تروح تهاجر تغرب. انت تعرف حضرتك العراق، العراق اصبح طعام لاسماك القرش. العراق المفروض يعني يعني اسمح لي، المعارضه العراقيه تنتبه يعني لبلده. يعني ما هو انا دا اتكلم. شوف انا ما اسمع للمعارضه السعوديه، تعرف ليش؟ لان المعارض انا محدودين، يعني ثلاث اشخاص. لا لا لا، مو ثلاث اشخاص تقريبا، مو قصه ثلاث اشخاص او اربعه او حتى 100. لان دائما المعارض، انا عشت في جو المعارضه، لازم يحشون دائما على الحكم، حكم حكم. أنا لا أستمع لا للمعارضة ولا أستمع لهذا، ولا أشوف أخبار اللي تدس السم بالعسل. أنا من خلال تجربتي، طبعاً أنا من إخوان المسلمين، يعني إخوان المفلسين، تقريباً 90% من المعارضة السعودية إخوان المفلسين. أنا ما أسميهم مسلمين، المفلسين، المجرمين القتلة. زين، ويقولوا لي انت ليش ما تحشي عليهم؟ هذا اردوغان. طيب هذا اردوغان من اخوان المفلسين، يلا روح اديك القدس، فاتح سفاره انت اسرائيليه في تركيا، تقدر تفتح حلقك. الكل هذه الشعارات اللي ذبحونا بيها باسم الاسلام. يا اخي ايمانك في قلبك، ان كنت يهودي مسيحي مسلم طبعًا غير طبعًا. مسلم، ايمانك في قلبك، ما تقعد تشهر بي ولا تقول فلان ايمانه هذا يشرب وهذا كذا. يا أخي أنا أشرب، أنت شلك شغلة، أنت الله تحاسبني، الله يحاسبني طبعاً. زين، بس والله أنا ما أشرب، أقسم برب العالمين ما أشرب. واللي يشوف وجهي هذا بي شخصية، لا لا يعني اللي يشوف وجهي منفوخ وعيوني وكذا، تعرف ليش؟ بسبب الأدوية اللي أخذها. أنا 24-28 حباية باليوم أخذها للأمراض اللي عندي. ما تشوف شر إن شاء الله. لا لا، ما هو هذه تعرف انت حضرتك الاعراض الجانبية للأدوية. زين،
يقول لك هذا شكلك مال واحد خمار. انا ما مستحي لو اشرب، كنت اشرب واعترف، بس ما اشرب. انا اخر مره يمكن شربت قبل 20 سنه ما اشرب يا اخي. انا لطيف يعني، حتى لو كان الشخص يشرب يعني، يعني حياته الخاصه انه ما انه شغل فيه. رحم الله والديك. يعني تناظر الشخص، ناظر بخصوص السياسه، ناظر بخصوص افكاره بالضبط. يعني واذا يشرب يا اخي نص السعوديه على جسر البحرين الان. الله يرحم والديك. والله انت يعني والله انت سعودي نشمي نشمي وابو غيره وصريح. اللي عجبني بيك صراحتك استاذ لطيف، يعني كلمه الحق ما تزعل احد. فيا ريت الناس اللي مثل حضرتك تفهم اخواننا في السعوديه، يا اخوان لطيف يحيى مو ضدكم، ضد سياسه معينه لصالح بلدي. وما دا اطلب من عندكم يا حكام السعوديه رغم معارضتي لكم بانه تقومون بعمل خارق، دا نقول لكم 1 2 3 خطوات مساعده لاهلكم في العراق. ما رايدين شيء من عندكم. اقطعوا علاقتكم بهذه الدولة اللي هي إيرانية، لأن بسبب علاقتكم هذه تشوفون البلد رايح إلى الدمار. إذا أنتم طلعتوا منها وغيركم طلع منها، العراق يرجع لأهله، ونرجع مرة ثانية اللي يدعون بيها حكام السعودية والكويت نرجع العراق للحاضنة العربية. لا، نرجع للحاضنة العربية بدون إيران، ونرجع أشقاء وأخوة، وننسى الاختلاف بالماضي وغزو الكويت، ونفتح صفحة جديدة مثل ما اليابان وأمريكا من دخلوا حرب وكوارث صارت معاهم وضربوهم قنبلة نووية، رجعت علاقاتهم، وفي قاعدة أمريكية في اليابان هسه وعلاقات دبلوماسية، وانتهى أمريكا وألمانيا انتهى. احنا ما نقعد والله غزيت الكويت. نعم، لكن سيد لطيف يعني بعيدا عن التنظير، نعم يعني العراق الان 2000 ميليشيا، يعني انت نفس شخص وقف على زجاج، تمام صح، نطلعها زجاج، الزجاجة هذه ميليشيات، يعني بعيدا عن التنظير، يعني انا اشوف ان الشيء شبه مستحيل ترجع للعراق صراحة. يعني الشعب غير مستعد للديمقراطية، فجأة يصير قدام الديمقراطية راح كله صوت لأحزاب إسلامية. يعني مقتدى الصدر تمام او السطر، يعني شخص معاه شهاده متوسطه، يعني هل هذا يحكم في الصومال؟ مع احترامي للصومال، فكيف يحكم في العراق؟ يعني بلد المثقفين كان كويس اذا يعني متوسطه. يعني مومياء متحركه عمرها 90 سنه او عفوا 98 سنه، اي ويعبدوه. يعني هل هذه ديمقراطيه؟ هل هذه شعوب مستعده للديمقراطيه؟ لا طبعا. راح يسلموا البلد لايران صح، وراح عندهم يعني شيء لا يعقل، يعني شيء التجربة الديمقراطية، أنا ضد التجربة الديمقراطية عفوا. لا، الديمقراطية يعني حلوة، يعني الديمقراطية يعني حلوة، بس احنا فاهميها غلط. يستحق الديمقراطية، الشعب يستحق الديمقراطية. يعني معليش، يعني الشعب يعني عايش قبل 1400 سنة استاذ لطيف، يعني نعم. هل هذا يعقل؟ كارثة. لدينا ديمقراطية، كارثة. السبب الوحيد لكون العراق متماسك هو حزب البعث، لأنه كان حزب علماني تمام. ما حزب البعث هم يعني عنده اخطاء النار. هم عنده اخطاء، حزب البعث عنده اخطاء، يعني كثير عنده اخطاء، لكن كان افضل الموجود حزب البعث، يعني كان افضل الموجود. يا رجل انت شايف مقتدى الصدر صح يعني شخص تابع لايران، الان في 2000 ميليشيا في العراق، صوت الاحزاب الاسلاميه اخوانجيه طائفيه، ميليشيات حرب طائفيه ارهاب، يعني الناس تترحم على صدام سنه وشيعه، ان السعوديين حاربنا صدام لا نترحم على صدام. بس انتم هم يعني انا هذا يعني انت دخلت في مقتدى الصدر، بس محمد بن سلمان استقبل مقتدى الصدر واعطاه ملايين الدولارات. نعم 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 استقبله، لان نريد علاقات زي ما قلت. خلاص دوله سلمت لايران، ايش نسوي لنا؟ تسوون تستقبل شيعية، شعب مؤدلج على الفكر الديني، شعب طائفي صوت لاحزاب طائفيه، ان نتعامل امام امر واقع، شعب يقدر مقتدى السطر، انه ايش نسوي؟ نستقبل مقتدى السطر، المواطن العراقي يختاره. انا اشكرك هوايه، وربي يكسر من امثالك المثقفين والعقل المفتوح. العقل المفتوح، يا ريت كل اهلنا في المملكه يفكرون بهذه الطريقه. الله يحفظك، تحياتي لك وكل اهلنا في السعوديه، مع السلامه. احنا هم منتظرين لحد هسه
الرويلي يتصل ويثبت شخصيته ورجولته، ما اتصل. هذا أخ من السعودية اتصل واتفقنا معاه في كلام واختلفنا في كلام، بس ما أفسد بالوقت قضية ونبقى أخوة وأشقاء. واللعنة على الذيول والمطبلين اللي يطبلون لكل إجرام ولكل مخالفة ولكل من اختلف معاهم من كل الجهات، إيران غير إيران. وهذا آخر اتصال لأن ما بقى عندنا وقت، من العراق. ألو. نعم. ألو. مساء الخير. مساء الخيرات. شلونك أختي الطيب أبو عمر؟ الله يسلمك أبويا، الله يسلمك. كل عام أنت بخير، إن العايجين إن شاء الله ولو متأخرًا. الله يسلمك وبارك بعمرك أجمعين. الله يسلمك خليك وياك محمد العراقي الكردي. الله يسلمك أخويا محمد، حياك الله. إن شاء الله بخير أنت ومتابعينك الكرام. الله يسلمك أبويا، الله يسلمك. تفضل أستاذي العزيز، أريد مداخلة بسيطة. يا ريت. تفضل. أولا أريد أحيي الأخ السعودي وياك. نعم. اللي كان اتصاله مهم وحلو ولطيف وإنسان مبين عليه يعني مثقف واعي. نعم. ثانيا أستاذي العزيز، احنا لازم كعراقيين نفرق بين آل سعود الأنجاز وبين السعوديين كشعب. نعم. هذه اثنين. ثالثا أستاذي العزيز، بالنسبة لهذا اللي قصدته بداية الفيديو مالتك. نعم. اللي اسمه ماجد الحسن الرويلي. نعم. هذا حالة من حال العتاقة وأولاد المجاري حشاك الموجودين العدة اللي يشتغلون لولي نعمتهم. طبعا. فإحنا بالأحرى المفروض ما نعتب على هيك واحد صغير ولا تعب نفسك أنت 20 دقيقة و 30 دقيقة. أنا ما أتعب نفسي، أنا ما أتعب نفسي. اليوم حضرتك أخويا محمد أطلع في فيديو وأقول محمد كذا وعندي وثائق عليه، فيطلع محمد يقول يا لطيف يحيى أنت قلت عندك وثائق علي، إذا أنت رجل أطلعها، صح لو لا؟ اثبت يا لطيف يحيى مصداقيتك. زين، أنت طلعت في فيديو وتقول أنا عندي وثائق العراقيين ما عندهم. زين، العراقيين ما عندهم، يلا طلعني يا ماجد بوند. أش شفت الفيديو اللي طلعه؟ سب وشتم، وبالأخير طلع يقول أنا شايف أم عمر مرتين، طلع شايف أم عمر وقاعد معاها، والله العظيم يعني ما أعرف. زين، إذا شايف أم عمر يلا روح شوفها. أخي العزيز، هو بداية الكلام فيديو. نعم. يعني واضح أنه هو يتكلم يعني ولي نعمته وشغلة مبينة يعني. مو بس هذه، مو بس هذه، ما يعرف، مرة يقول أنت مع عدي، مرة يقول أنت أتحداك مع عدي، وبعدين يقول سرقت عدي وطلعت ب100 ألف. حتى لو نقول 100 ألف، 100 ألف قبل 30 سنة تساوي مليون مال هسة، صح؟ أبو عمر الورد حبيبي، تفضل. أنت تعرف هذول مدفوعي ثمنها. ثانيا يعني يقول له أنت هذه إسرائيل وهذه أمريكا وهذه المخابرات بريطانيا، ما حارت تجيب لي مستمسك علي أنه أني ماخذ فلوس أو ماخذ كذا أو مجرم ضد العراق، ما قدروا. هالمرة أنت تجيب لي وثيقة يعني مبين ترى أعرف أبويا، لا وهالمرة يسويني مجرم. زين، إذا أنا مجرم شون أنا هذا قاعد في أوروبا 30 سنة ومحارب؟ أنا لو كنت مجرم كان هسه عندي فد 4 جوازات مثل اللي موجودين بالعراق. أنا لو كنت مجرم وسارق كان هسه أنا ملك. بالضبط، كان عندك على الحزب، كان عندك مكانة بين هؤلاء الموجودين بالحكم. بالضبط. زين، يلا أنا بنص بريطانيا وأسب بريطانيا على اللي عملته بالعراق، وبيهم خير خلي يطردوني، إذا هم رجال خلي يطردوني منه. بعد أكثر ما تتكلم حبيث أشي، أكيد الله سبحانه وتعالى أولا معك. ثانيا يعني ما نقول لك إحنا كنا وياك أخي، بس والله العظيم اللي قدرنا عليه أنه إحنا نتكلم بالحقيقة بالنسبة لجنابك وأمام الله وأمام الله يسلمك أمام متابعينك أمام شعبنا. الله يسلمك، الله يسلمك ويحفظك ويحفظ كل العراقيين. بس عندي إيتي نقطة بسيطة. اتفضل. أريد أوضحها للأخ اللي سعودي مع كل احترامي له. تفضل. هو يعرف أنه آل سعود
أول الناس غدروا بالعراق. صح. أول الناس. هو يعلم أنه آل سعود، أنا أتكلم على آل سعود وليس السعودية، السعودية نعم. تعز على رأسه. ما هو هذا نتكلم دائما به. السعودية على رأسه. في أحرار في السعودية. آل سعود عندهم وثيقة ويا البريطانيين من 1920 حكامهم أنهم عندهم معاهدة مع إسرائيل، حالهم من حال إيران نظامهم. بالضبط. هو يعلم هذا الشيء. بالضبط. ثانيا حكى بموضوع جدا بسيط، قال حزب البعث أفضل. أخي العزيز، احنا اذا نتكلم بحزب البعث ونتكلم هذا الحزب، الاحزاب الموجوده الان فرق شاسع، ولكن كل حزب له سلبياته وله ايجابياته. صح. وكان نظام صدام حسين له ما له وعليه ما عليه، بس انا اريد اوضح لمتابعي الكرام نعم. خاصه اهلنا بالجنوب، اهلنا صح. بالجنوب والفرات الاوسط، انتم تعرفون حسب ما تقولون انتم مثلا حكم 35 سنة فعليا 39 سنة 35 سنة تقولون قولوا نعم قولوا نظام دكتاتوري نظام قاتل مجرم واي واي واي. بس إذا أسألكم السؤال، لأهلنا بالجنوب والفرات الأوسط نظام صدام حسين قلتوا دكتاتوري قاتل ومجرم نعم. ولكن الفتحة مقبرة وادي السلام كانت واصلة 35 سنة للفتحة الثالثة. هسه عبرت السماوة عبرت للسماوة. نعم اقول لك هسه عبرت للسماوة مقبرة السلام. انا برحمه على واجهك، قبل 3 سنوات انا سويت بحث عليه، كان المقبره واصل فتحه 17 استاذ. اعرف ليش هذه الشباب الحلوه راحت، هاي الشباب الحلوه ليش راحت من ورا معمم من ورا شيخ. هم متابعينك الكرام وهم تاج على راسهم، وخليهم على راس اهلنا الشرفاء بالجنوب والفرات الاوسط، لو يعلمون أن هذا النظام جاي لقتلهم لإبادتهم عشان يوم من الأيام ما حد من عندهم يكون مع هذا النظام السابق. حاجة ما أقول أبو جاك، ربي يحفظك أخويا محمد ويحفظ كل عراقي شمال جنوب شرق وسط ويحفظ أهلنا. أنا مرات أتصل عليك وأحكي لك قلبي، بس أنت متحملك. أتحملك وأنت على رأسي، ما طولك عراقي، اختلفنا بالموضوع اتفقنا، ما طولك عراقي، احترمك واقدرك ان ما كنت اخويا بالوطن فبالدين او القومية. انا هم بدك، انا عراقي كردي وليس كردي عراقي، فرق شاسع بين المصطلحين. انت احلم من عندك. سير تشاو كاك، سير تشاو. لا وخوش بي قربان. امر دليل. امر دليل. سير تشاو، خدا عافيس. في النهاية نحب نحيي أهلنا في السعودية، الشعب السعودي الأصيل، ونطالب من آل سلول يعيدون بوصلتهم وسياستهم الخارجية اللي دمرت سمعتهم وسمعة السعوديين الطيبين وسمعة كل الخليج. عيدوا سياساتكم وحاولوا بشتى الطرق إعادة طريق العراق إلى الأصل. إذا رجع العراق راح ترجع كل هذه البلدان، وإذا راح العراق فراحت البلدان، وأولهم أنتوا راح تكونون في هذا الخراب اللي راح يوصل للأمة كلها. تحياتي للجميع وأسف على الإطالة، وبقى هذا الذيل لا تصل ولا دخل حتى محور للتفاهم، وراح نبقى نجلد كل الذيول إن كانوا ولدهم حازم أو ولدهم سلمان. شوفكم على خير. يا قدس يا قدس الله أكبر. القدس هي عاصمة إسرائيل، وكما يبني كل شعب عاصمته لنا الحق أيضا في البناء بالقدس. هكذا فعلنا وهذا ما سنواصل القيام به.
شو وقت تهتز الشوارب بس أدري شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون شو وقت تهتز الشوارب بس أدري شو وقت تهتز الشوارب شو وقت الناس ينتخون.